تمشي في الشارع أمامك ترى شخصاً لا تعرفه أصلاً، لا تعرف أصلاً هو مسلم أو غير مسلم، ولكن ترى شخصاً يضرب في الشارع، بالقطع واليقين تتأثر، بالقطع واليقين قلبك لا يرضى حتى لو كنت لا تعرفه أصلا. والأشد من هذه الحالة أن يكون المظلوم المضروب امرأة، والأشد من ذلك أن تكون تلك المرأة صغيرة السن، أن تكون بنتا 7، 8، 5. كم من نساء الحسين ضريب.